السلام عليكم، معكم طلال نقار، متابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي، ووصلنا معكم للحالة رقم 10. نبدأ بعرض الحالة. في عندي مريضة أفريكان أمريكان، يعني من العرق الأسود، عمرها 55 سنة، جاية لعندي بشكوى زيادة بالكرياتينين، هيماتوريا، بيلة دموية مع بيلة بروتينية. المريضة بسوابقها في ارتفاع ضغط شرياني لونج ستاندينج لفترة طويلة، وفي عندها داء سكري من النمط الثاني منذ 20 سنة. منذ 6 أشهر المريضة الكرياتينين عندها كان 1.6، حاليا أثناء زيارتها عملنا لها تحاليل، الكرياتينين ارتفع إلى 2.6 خلال 6 أشهر. في عندها فحص أو جمع بول 24 ساعة، في عندها بيلة بروتينية 2.4 جرام. بفحص السريري في عندها ضغط 155/79، وفي عندها وذمات طرفين سفليين 1+. بالنسبة لفحص البول، في عندها البروتين 3+، في عندها كريات حمر بالساحة 10/20. الفحوصات المصلية كانت سلبية أو طبيعية، وهذا بيشمل الـ ANA، بيشمل الـ Anti-DNA Antibody، بيشمل الـ ANCA، الروماتويد فاكتور، السيرفس انتيجين تبع الهيباتيتس بي، اضافه الى الهيباتيتس سي انتي بودي، والكومبلمنت سي 3 وسي 4 كان كلهم طبيعيات. عملنا لها بروتين الكتروفوريسيس بالسيرم وباليورين واميوفيكسيشن، كله كان نيجاتيف فور سبايكس او مونوكلوناليتي. الأدوية اللي بتاخذها المريضة كانت أو بتشمل الميتوبرولول، تشمل الليزكس، الفيروزومايد، تشمل الجليبيزايد، وبتشمل الإسموبرازول. هي أدويتها. فنعمل لها خزعة كلية لنبحث عن سبب البيلة الدموية والبيلة البروتينية اللي هي نيفروتيك رينج، إضافة للقصور الكلوي. البيلة بروتينية صراحة صب نيفروتيك، خلينا نكون دقيق، هي صب نيفروتيك. النيفروتيك رينج هو أكتر من 3.5، ونحن عندنا 2.4. طيب السلايد الأول هذه بعطيكم 5 ثواني. هذا السلايد الثاني، هذا السلايد الثالث، هذا السلايد الرابع، إمينوفلوريسنس للإمينوغلوبولين آي جي جي، وهذا الالكترون مايكروسكوبي، وهي تكبير لل، يعني بتشوفوا هون عم يعطوكم اطوال 18 نانومتر. فما هو التشخيص الافضل بهي الحاله؟ هو فيبريلاري جلوميرولونيفرايتس، التهاب كبوة كليه لويفي، هل هو ميمبرينس، التهاب او اعتلال كليه غشائي، هل هو اميونوتاكتويد جلوميرولونيفرايتس، هل هو نودولار دايابيتيك جلوميرولوسكليروسيس اللي هو اعتلال الكليه السكري العقيدي، هل هو أميلويدوسيس اللي هو الداء النشواني. فكروا بالجواب وننتقل للإجابة ومناقشة الحالة. ببدأ معكم بقراءة السلايد الأول. هذه مقطع من كبة كلوية، الملون المستخدم هو هيماتوكسيلين إيوزين. بداية ممكن نلاحظ أنه في توسع ميزانجيمي، ميزانشال إكسبانشن، عم يكون على حساب الخلايا، في زيادة بالخلوية إضافة إلى زيادة بالماتريكس، المادة الإكسترا سيلولار ماتريكس. في الميزانشال إكسبانشن صراحة سيلولار وإسيلولار سوا 2، اضافه لانه البيزمنت ميمبرين حقيقه يعني صعب، يعني صعب اقول انه هذا كله بيزمنت ميمبرين، بس متسمك حقيقه. ربما يعني ما حاكذب اقول اني انا بشوف هذا حالي كاني انا منحاز لاني بعرف الحاله من قبل، بس هذا الغشاء القاعدي ما هو طبيعي. بس الاساس هو الميزانجل اكسبانشن اللي هو واضح تماما، ما في عليه اثنين يتناقشوا، سواء خلويا او اكسترا سيلولار ماتيريال. هلا هذا الملون المستخدم هو الترايكروم، هو ملون الكروم اللي بيلون الغشاء القاعدي او الماده الخارج خلويه، بيلونها باللون الازرق عاده. كمان حكون منحاز لانه انا قارئ الحاله من قبل، بس يعني ما اظن انه هذا هو المستوى المطلوب منا نحن كنمباثولوجيست، انه لاحظوا انه اللون ما عم يكون لون ازرق دقيق، يعني لون ما هو لون ازرق، لون عاطي على رمادي، هو مزيج بين الازرق والرمادي. تفسير هون لهاد انه في ماده في شيء مرتشح بهي الماده الخارج خلويه، وعم تخلي هذا اللون يتغير من اللون الازرق اللي بنعرفه متعودين عليه للون الرمادي. فهذا تفسير هون لهذا التغير باللون.
ربما الشيء الأهم اللي بقرأه بهذا السلايد هذا السيلفرستين، إنه طبعا سيلفرستين كثير مهم لقراءة الغشاء القاعدي لأنه بيقرأه بشكل جيد. لاحظوا عند هذا السهم في دوبليكيشن، في دوبليكيشن للبيزمنت ميمبرين. بتتذكروا لما حكينا لكم عن الميمبرينس بيصير في دوبليكيشن لما بيكون في كرونيك دامج للجلوميرولوس، فهو ما هو نوعي للميمبرينس حقيقة، هو بيدل على في انه في اذية مزمنة. فالدوبليكيشن بحد ذاته لا يعني انه هذا ميمبرينس، ممكن يكون ميمبرينس، ممكن يكون ام بي جي ان. ومرة ثانية نحن عم نحكي عن نمط اصابة مو عن تشخيص تفريقي، فنحن هون عم ندور على التشخيص التفريقي. ففي دوبليكيشن للبيزمنت ميمبرين لا شك بهذا المكان. طبعا الميزانجر اكسبانشن واضح هون، ما في داعي يكرر اني شايف ميزانجر اكسبانشن وعلى حساب الخلايا وعلى حساب الماده خارج خلويه. هلا لو طلعنا على الاميونوفلوريسنس هذا للاي جي جي، لاحظوا انه اول شيء متراكم حول الاوعيه، في ديبوزيتس للاي جي جي هو بوزيتيف حول الاوعيه وبالميزانجيوم. بس اذا طلب منكم توصفوا لي هل هو لينير ولا جرانولر، صراحه كلا الوصفين خطا، يعني لا هو لينير لا هو خطي ولا هو جرانولر، هو اشد من هيك. الوصف اللي بنوصف هون بسموه سمجي، يعني تلطيخي ملطخ، وهذا نوعي لمرض محدد حتشوفوا لما نلاقي التشخيص. فسمجي اي جي جي ديبوزيتس حقيقة هذا هو الوصف اللي بنقدر نوصفه هون، سواء بيري كابيلاري او بالنسبة للميزانجيوم. المجهر الالكتروني هو اللي حيحط التشخيص، في فايبريل، في توضعات للويفات فايبريل ديبوزيتس. لما كبرناها وقسنا الاقطار تبعها طلع 18 نانومتر. ففي ثلاث امراض لازم حافظين هون، سواء الاميلويد، الاميلويد هو 10 نانومتر، الاميوتاكتويد 30 ل 50 نانومتر، واللي بالمنتصف بيناتهم هو الفيبريلري اللي هو بيعطي من 16 ل 20 او ل 24 نانومتر. يعني هذا المريض او هي المريضه بينطبق عليه هذا التشخيص وهو فيبريلري جلوميرولونفرايتس. فقراءتهم هن نفس الكلام عم نحكي، الميزانجل اكسبانشن سواء كان خلوي او ماتريكس، في تسمك بالغشاء القاعدي. الوصف اللي عم يوصفوه هون انه في عندك تغير لون للبيربل جراي بسبب الاميون ديبوزيتس، عم تغير لون الماتريكس بالترايكروم مثل ما حكينا. بالنسبة للجون ميثامين السيلفر تبع الملون سيلفر، عم شايفين الدوبليكيشن للكابيلاري وول. الكونجوريد ما شوفونا اياه بس هو طلع نيجاتيف عندهم. لما بنعمل لما بيكون عندك هيك حالة ممكن تعمل، لما بيكون في شك بالتشخيص التفريقي والاميلويد تعمل الكونجوريد. فالكونجوريد لما بيطلع نيجاتيف فبيقول انه هذه ليست اميلويد، هي القراءة تبعها. طبعا ما شوفونا سلايد هذا بس بالامتحانات هذا المفتاح تبعها. بالنسبة للامينوفلوريسنس مثل ما قلنا كان في اي جي جي سواء بلس 3 سواء ميزانجل او كابيلاري او سيجمنتال كابيلاري، سمجي تلطيخي او ملطخ. لما نعملوا ال C3 كان بوزيتيف، C1Q كان تريس، الكابا واللامدا كلاهما كان بوزيتيف، وهذا ضد انه يكون في عندي مونوكلونال ديزيز. لما بيكون الكابا واللامدا سوا موجودين بيكون ضد المونوكلونال ديزيز. طبعا ما شوفونا اياهم هذول بالسلايدات، بس لو شوفونا اياهم اثنيناتهم سوا فهذا بيكون اجينست انه يكون اميلويد او الامراض الثانيه بتعمل مونوكلونال ديزيز. ما كان في ارتشاح، ما كان في الاي جي ام والاي جي اي كان نيجاتيف، ما كان في اكسترا جلوميرولار ديبوزيتس. بالالكترون مايكروسكوب شفنا راندوملي اورينتد فايبريل ميجرينج 18 نانومتر. في بولي كلونال اي جي جي لانه مثل ما قلنا كان الكابا واللامدا سوا موجودين، وهذا كله بيتفق مع تشخيص الفيبريلي جلوميرولونفرايتس الاف جي ان. ذكركم بأبعاد الفايبريل دايمتر ثلاث أمراض، الأميلويد 10 نانومتر، الفيبريلري كان 20، والإميوتاكتويد 30 ل 50. حقيقة الأميلويد هو مونوكلونال ديزيز مثل ما شرحنا سابقا، الإميوتاكتويد ممكن يكون مونوكلونال ينكشف في حوالي 70 أظن 60 ل 70% من الحالات ممكن تكشف مونوكلونال ديزيز. مع الفيبريلري أقل من 5% من الحالات ممكن تكون فيها مونوكلونال ديزيز، بحالتنا هذا طبعا ما كان. فهو لهلا بينشرح او لما بيتناقش
بيتناقش بالكتب وبالمحاضرات بيتناقش مع الامراض المونوكلونال ديزيز، رغم انه هو ما نو مونوكلونال ديزيز، ما له علاقه بالمونوكلوناليتي. حديثا تم ربطه مع بروتين مميز اسمه دي ان اي جي بي 9. هذا البروتين من احد افراد بسموه الهيت شوك بروتين، اللي هو بروتينات الصدمه الحراريه. شغله هي البروتينات انه تحمي الخليه من الاذيه بحال وجود اي شده ستريس، سواء كانت حراريه او غير حراريه. فمثلا هذا البروتين بالذات بيحمي الخليه من الابوبتوسيس، موجود على الاندوبلازميك ريتيكولوم. شو اهميته هذا الدي ان اي جي بي 9؟ انه هذا صار ربما علامه واسمه لهذا المرض بالذات اللي هو الفيبريلاري جي ان. موجود فقط لما بيكون في عندي فيبريلاري الكبب، الحالات السليمه بيكون غائب، وبقيه امراض الكبب الكلويه سواء النشواني او غيره بيكون غائب وبيكون غير موجود. فلو نحن ما قدرنا نعمل المجهر الالكتروني ولسبب او لاخر ما قدرنا نعمل مثلا الخزعه لانه كان عاليه الخطوره، لو عملنا الدي ان اي جي بي 9 وكان بوزيتيف، فغالبا هذا المريض هو فيبريلاري. طبعا لساته كثير حديث هذا الكلام ب 2019. الشاهد انه ممكن نحن نستعين بهذا التحليل لتشخيص هذا المرض. طبعا انذار الفيبريلاري كثير سيء، عاده ما بيستجيب للعلاج، اصلا ما في علاجات متوفره. بنبحث عاده اذا كان في مونوكلونال ديزيز، وعاده ما بيكون موجود. ممكن نبحث عن وجود هيباتايتس سي، مهم جدا نبحث عن هيباتايتس سي، لو كان موجود وعالجناه ممكن يفيد بتحسين الانذار الكلوي اذا كان موجود وعالجناه. واضافة لممكن نبحث كمان عن امراض النسيج الضام سواء ليبوس او غيره. فهذا هو المقاربة الفيبريلاري، وشايف مريض واحد على الاقل اظن، وللأسف انتهى بقصور كلوي نهائي. طيب نراجع التشخيص الثانية عشان نأكد على التشخيص اللي وصلنا له. مثلا الـ FGN كان بيتماشى مع الحالة. الممبرينس شرحناه بحالة سابقة، الإصابة ما بيكون في شيء بالميزانجيوم إلا إذا كان ثانوي الإصابة، البرايمري ما بيكون. الإمنوفلوريسنس بيكون جرانيولر، بيكون حبيبي، بينما هون كان سمجي، وهذا بيمشي مع الـ FGN أكثر من الممبرينس. إضافة لأنه بالمجهر الإلكتروني بالممبرينس بنشوف توضعات سب إبيثيليال ديبوزيتس، توضعات مناعية أو معقدات مناعية صب إبيثيليال. هون كان في عنا فايبريل بالمجهر الإلكتروني في لويفات. الإميوتكتويد ميزنا عن الإف جي إن بالنسبة لأقطار التوضعات الفايبريل. بالإف جي إن كانت مثل ما قلنا 20 نانومتر، بالإميوتكتويد بتكون مايكروتيوبولز اكبر من ال 20، من 20 توصل 30 ل 50 نانومتر. بالديابيتك نيفروباثي او ديابيتك جلوميروسكليروسيس نودجولر ممكن كنا يختلط معانا عن الاف جي ام بالنسبه للحالات السلايدات الاولى، بس مثلا الامنيوفلوريسنس سمجي بالنسبه للفيبريلاري، بينما بالنودجولر ما بيكون سمجي، بيكون لينير، اقرب للينير، بيسموه سودو لينير. اضافه لانه المجهر الالكتروني ما بيظهر الويفات هي الفايبريل تبع اللي هي 20 نانومتر مثل ما قلنا، مثل ما شفناها بالمجهر الالكتروني. اضافه وجود داء السكري، ربما البيلة الدموية شوية بتبعدنا عنه رغم انه ممكن تشوفها بداء السكري، بس يعني هي الشغلات الاساسية خلتني ابتعد عن تشخيص الداء السكري هون او اعتلال الكلية السكري. الاميلويدوسيس الكونغوريد هو اللي بيميز الاميلويدوسيس عن الاف جي ان مثلا، بيكون ايجابي هون وسلبي هون. اضافة انه مجهر الكتروني كمان باقطار الويفات الفايبريل. بالنسبة للمجهر الضوئي بالاميلويدوسيس بيكون تذكروا انه كان نيجاتيف بالنسبة للبي اي اس، لو كنا عملنا البي اي اس مثلا وكان نيجاتيف فبيمشي مع الاميلويدوسيس اكثر. هذا هو اللي بيخطر ببالي. بتشكركم على المتابعة، لا تنسوا تعملوا لايك والشير والسبسكرايب للقناة، وان شاء الله نلتقي بحالات تانية قادمة.